السلام عليكم. تحضر المائدة اليمنية في المنفى لتفتتح الذاكرة نحو الحنين إلى البلاد التي لها في كل أرض مائدة وأغنية وحنين وهوية. حين يرتب اليمني حقيبة سفره فإنه يهتم بتفاصيل حياته في الغربة وخاصة مائدته، يظن أنه لن يجد نكهة وطنه إلا بحمل بهاراته وحبوبه وبنه وشغفه المخبأ في علب تحتفظ بسر المذاق الخاص. الشاب يتعلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكلات والدته وقد خبأت له الطحين والحلبة والبن، يجاهد حتى يتحول إلى طباخ محترف. العائلة تبدأ بالبحث عن آنية تشبه ما اعتادتها كالحرضة والملحة والمسحقة. تقول المرويات الحضارية إن أصالة أي شعب تتجسد من خلال الكثير من الملامح، أبرزها ثلاثة: الفنون الشعبية وفن العمارة والمائدة الشعبية. وكذلك هي اليمن في ملامحها الثلاثة تعكس العمق الحضاري لشعب يتذكر حضارته حتى وهو في لحظات الاحتضار. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يضع بين أيديكم هذه الليلة المائدة اليمنية، حضورها وتحضيرها. نحاول أن نقترب من هذه اللوحة البديعة ونحن نعتقد أن فيها من الكثافة ما يتسع لحلقات. أستضيف في هذه الحلقة الأستاذة والكاتبة ثريا الشيباني. مساء الخير أستاذة ثريا. مساء النور. أهلا بك. إذن أستاذة ثريا، قبل أن نبدأ نقاشنا حول المائدة اليمنية، كيف يستحضرها اليمني المهاجر؟ نذهب لمشاهدة هذا التقرير. توزع اليمنيون في أصقاع الأرض، وفي كل بلد سكنوها حملوا عاداتهم وطقوسهم الحياتية معهم. فاليمني ورغم المسافات الكبيرة والأوجاع الكثيرة التي تفصله عن بلده، لا تحل عليه أي مناسبة إلا وعاد ليبحث عن ما كان متاحا في وطنه، علّه يشعر بالقرب من أرض ضاقت به ووجد في غيرها اتساعا. المهاجرون في مدينة إسطنبول التركية مثالا، لم تنسهم المدينة الواسعة تفاصيل صغيرة اعتادوا عليها وبقيت تسكن وجدانهم كطقوس شهر رمضان. أجواء مليئة برائحة اليمن تخلقها الأسر لنفسها علها تخفف حنينها الذي يتضاعف خلال شهر رمضان. فمائدة الإفطار هي الطقس الرمضاني الذي يحرص اليمنيون على التمسك به بذات الشكل المتنوع والأصيل. وجبات تقليدية ما زال اليمني شغوفا بها، ما يدفع ربات البيوت لابتكار حلول تعوض غياب الأدوات الخاصة بصنعها كالملحة، وهي أداة خاصة بصنع ما يسمى باللحوح ويعتبر نوعا من أنواع الخبز. يحضر رمضان بحضور الرائحة المنبعثة أثناء إعداده، هذا ما تقوله الأسر المهاجرة هنا، وهذا بالطبع بسبب وجبة الشفوت التي ارتبطت بمائدة رمضان كوجبة أساسية لا تكاد تخلو منها مائدة يمنية. ويعتبر اللحوح مكونا أساسيا لها بالإضافة للبن أو الزبادي. مائدة رمضان التي يبدأ إعدادها غالبا بعد صلاة العصر تتميز بتنوع غني وفريد بأطباق وصنوف يغلب عليها الطابع التقليدي اليمني الخالص، بدءا من الإفطار الذي تحرص فيه الأسر على اتباع السنة بتناول التمر، يجاورها القهوة اليمنية، ثم مقليات شعبية خاصة كالباقية أو ما تسمى بالطعمية أو السمبوسة المنتشرة عربيا. تفصل صلاة المغرب التي تحرص أغلب الأسر على أدائها جماعة بين لحظات الإفطار ومائدته المحضرة بوجبات شعبية رئيسية كالشربة والعصيد والأرز. الحلويات أيضا انفرد اليمنيون بأصناف خاصة بهم، ولعل أشهرها هي بنت الصحن التي تزين بحضورها مائدتهم الغنية والعريقة. إذن عودة إليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذة ثريا. المائدة اليمنية حديث ذو شجون وربما أكثر شجن من شجن، يعني من أين نبدأ الحديث برأيك؟ المائدة، نريد أن نميز بين المائدة والطعام. المائدة شيء والطعام شيء آخر. الطعام ممكن أن نجده في أي مكان، تأخذي حاجتك كي تشبعي بأي مكان، في مطعم، في سوق، في غرفة، في محل العمل، فلا تبقى في ذاكرتك شيء، بعكس المائدة. المائدة تعلق في الذاكرة حتى لو لم تشعري بالشبع، تعلق في ذاكرتك أشياء كثيرة.
كصوت، كطقوس، كأشياء صاحبت هذه المائدة لفترات طويلة. قد تكون هذه الفترة فترة دراسية، قد تكون طفولة، قد الرائحة نفسها قد تعلق لفترة طويلة. ما أن تشتمي ذات الرائحة في مكان آخر حتى يخطر على بالك المكان والأشخاص. صحيح. والذي تناولت معهم هذه الطعام الذي يحمل هذا الرائحة. أما بخصوص المائدة اليمنية، فالمائدة اليمنية لا زال لها خصوصيتها حتى اللحظة، رغم أن اليمني يسافر إلى أماكن كثيرة ويتأقلم مع موائد أخرى ومع طقوس أخرى للأكل، إلا أنه بمجرد ما أن تطأ يده قدمه أرض الوطن حتى يعود لذات الطقوس وذات المائدة التي يفترض أنه قد نسيها أو لم يعد يتأقلم معها. ما أبرز سمات المائدة اليمنية أستاذة سرى؟ سمات المائدة اليمنية أولا الازدحام، نحن أسر السائد فينا أن تكون المائدة مزدحمة، لازلنا نأكل نتناول وجبة مجتمعين على الأقل وجبة واحدة في اليوم، البعض لازال يتناول وجبتين أو ثلاث، الأسرة تجتمع بالكامل. المائدة اليمنية قد تكون مشاغبة قليلا، يصاحبها الكثير من الكلام، قد يصاحبها نقاش سياسي، نقاش رياضي، قد يصل صخبها إلى الشارع، هذا من مميزاتها. مميزات المائدة اليمنية أنها حارة، قد تكون هذه أكبر ميزة لمائدتنا أنها حارة، وربما يعني أنا وأنت بالذات لا نستوعب أن لا يكون الأكل حار. يعني أول شيء طرحناه ممكن في الشنطة هو البسباسة الزعيتري. الرائحة طبعاً الرائحة بطبيعة الحال، يعني لوجود البهارات المعينة التي بطبيعة الحال تعمل رائحة، سواء البهارات أو استخدام السمن بحد ذاته في المأكولات. الأدوات في المائدة اليمنية، الحرضة اللي هي سواء فخار أو معدن أو كلها هذه يعني لا زالت مصاحبة للمائدة اليمنية. برأيك أستاذة سرية، لماذا يعني اليمني حين ينتقل إلى بلد آخر يحمل كل هذه التفاصيل التي ذكرتها من حرارة، من البسبس مثلا، المواد المصاحبة؟ يعني هناك من حمل المسحقة، هناك من حمل مدر الحجر، هناك من حمل قوارير السمن، العسل، كل هذه الأشياء، وكأنه سيذهب إلى منطقة معزولة. يعني ربما نحن من هؤلاء الناس، يعني حين أتينا إلى هنا أنا ربما شنطة موازية لشنطة الملابس هي شنطة البهارات الخاصة. لماذا؟ اليمني اعتاد على الغربة الداخلية أولاً، يعني في هناك هجرة داخلية وهناك هجرة خارجية. الهجرة الداخلية خلت اليمني يتعامل مع الهجرة كأنها شيء طبيعي، شيء من ثقافتنا احنا اليمنيين، انك تهاجر، انك تغير المكان اللي تسكن فيه. فلما ينتقل من القرية إلى المدينة ينقل كل شيء معه، فأصبح من طبائع اليمني أنه ينقل أشياء معه، لا يرى في ذلك ثقل، يعني لم يعتد أن يستثقل هذا الموضوع. فلا، إذا عندما ينتقل إلى مكان آخر كذلك الموضوع ليس صعب بالنسبة له أولاً، أنك تنقل الحرضة أو المخدش أو يعني هي المعشرة، بس نخاف لا تكتسر ولا ممكن ننقل. هناك من أتى بها أستاذة سرية. إذن تنضم معنا عبر الهاتف السيدة نجاح المجاهد المتخصصة في المشاريع التنموية من لندن. مساء الخير أستاذة نجاح. مساء النور وخواتم مباركة عليكم جميعا، عادها الله على اليمن بإذن الله سالمين. بإذن الله علينا وعليك يا أستاذة نجاح. في الوسط الأوروبي أستاذة، نود أن يعني تخبرينا كيف تحضر المائدة اليمنية. تقريركم في البداية أجهش فينا الحنين ونحن نرى المأكولات اليمنية التي لا نجدها بسهولة هنا وخاصة في لندن، بسبب أن الجالية اليمنية لا تتركز هنا في لندن وإنما في مدن أخرى بعيدة من لندن، فلا نستطيع أن نجد هذه المأكولات محضرة بهذا الشكل الجميل. فكان تقريركم صعب علينا في البداية قبل الفطور، إلا أننا نحاول قدر الإمكان أن نجد بدائل لصحة التعبير، هي لا تغنينا عن المطبخ اليمني ولكنها قريبة بعض الشيء، سواء من المطبخ التركي أو المطبخ الهندي
ويختلف أيضا طبيعة الحياة هنا في أوروبا، فشهر رمضان لا يزال شهر عمل مطلوب مننا أن نداوم فيه ساعات الدوام العادية وفي أوقاته العادية. ويختلف طبعا إذا كانت الأسرة عاملة فلا نستطيع أن نعيد كل الطقوس الرمضانية التي نعيشها في اليمن هنا في المهجر. فتصبح حياتنا أوروبية بشكل أو بآخر، نحاول أن نبحث عن بدائل أكثر سهولة. ما هي مثل ماذا؟ ما هي البدائل أستاذة نجاح؟ هناك بدائل مختلفة، منها على سبيل المثال خدمة التوصيل إلى المنازل، وأكيد أي أحد يعيش في أوروبا يعرف كم هذه الخدمة تسهل الحياة علينا. بدائل من المطعم الهندي، السمبوسة متوفرة جدا في المطعم الهندي، اللحوح في المطعم الأثيوبي، أشياء بإمكاننا أن نتذوقها وتكون قريبة إلى المطبخ اليمني، ولكنها بالتأكيد لا تغنينا عن المطبخ اليمني. أستاذة نجاح، يعني كما يعني قلتي شهر رمضان بالنسبة للدول الأوروبية أو الدول الأمريكية أو أي دولة غير مسلمة عادة هو شهر عمل لا يستثنى فيه أحد، في ظل هذا ضغط العمل اليومي والصيام وطول مدة الصيام أيضا، لكن يعني أود أن أسألك، هل طوال شهر رمضان لم تنفردوا بيوم واحد تطبقون فيه المائدة اليمنية، سواء عزمتم إلى مكان أو عزمتم إلى مكان فقط لمجرد الاستشعار أننا ما زلنا نعيش هذه التفاصيل البسيطة؟ أكيد نعم، نحاول وبشدة نبحث عن سواء جالية يمنية أو حتى جالية إسلامية وأماكن تجمعات مفتوحة توفر لنا هذا الجو الروحاني أولاً في شهر رمضان، نفطر فيه مع الناس، نشعر باللمة إن صح التعبير، إلا أنها طبعاً لا تغني عن لمة العائلة. ولكن الجدير بالذكر أن الحياة في أوروبا تخلط أحياناً الأدوار التي تلعبها النساء في مجتمعنا اليمني، فيصبح الرجل في أوروبا مضطر أن يساعد زوجته على تحضير الطعام، وأحياناً قد يتولى هو المهمة إن كانت نفسه تطوق لطبق معين ولا تستطيع هي إعداده بشكل كامل. إذن أستاذة، يعني كيف يرى المجتمع الذي أنتم فيه إلى المائدة اليمنية أو إلى الطعام الذي يقدم من المطبخ اليمني؟ للأسف نحن كيمنيين لم نستطع أن نسوق للمطبخ اليمني بالشكل الذي استطاع أخوتنا في الشام أو في أي مطبخ عربي آخر التسويق لأطباقهم، فكثير لا يعرفون ما هو المطبخ اليمني أو ما هي الأطباق التي نشتهر فيها نحن كيمنيين. تجدين للأسف الحمص والفلافل أصبحت تباع في المطاعم الإنجليزية، إلا أن أكلنا اليمني من شفوت وعصيد ومندي من الصعب جدا أن نجده في المطاعم. يبدو أنكم كسالى أستاذة نجاح، نحن يعني الحمد لله قد الأتراك يعني المائدة لازم السحاق يكون موجود كثير من الجيران. إذا شكرا لك. نعم شكرا لك نجاح. وهذا شيء نعم تفضلي. شكرا لكم. تفضلي كملي الفكرة. وهذا الشيء نعتب فيه على اليمنيين الذين هاجروا من 50 عام و60 عام. صحيح. الجالية اليمنية هنا في بريطانيا من أول الجاليات الإسلامية. إلا أننا لم نستطع أن نسوق لمطبخنا، ولكن ها نحن ذا الجيل الجديد على عاتقنا مهمة التسويق للمطبخ اليمني. إذن ننتظر ربما العام القادم تخبرينا أن هناك تطور ولو جزئي. شكرا جزيلا لك نجاح المجاهد المتخصصة في المشاريع التنموية، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذة ثريا. أستاذة ثريا، نقطة مهمة طرحتها الأستاذة نجاح، وهي مسألة يعني اليمني أيضا حين يهاجر يظل في عزلة مع مجتمعه مع محيطه. الجالية اليمنية في لندن كما قالت هي من أقدم الجاليات، وأنا سمعت قصص أن هناك من له 40 عام 30 عام، وتجدي يتحدث يعني التعزية بنفس الطلاقة بنفس ولا يتقن الإنجليزية بتاتا. لماذا اليمني يحصر نفسه يعني في محيطه أو في دائرته؟ ربما اليمني يظل عنده أمل في العودة، يعني غربته مؤقتة،
دائما يفكر ان هذه الغربه مؤقته مقترنه بتوفير مستوى معيشي معين في اليمن ثم يعود. الاستقرار غير وارد الا انه قد يجبر على الاستقرار، لكن بالنسبه له هو شيء غير وارد. يمكن يظل 30 عام وهو يفكر في العوده، تمر 30 العام وبعدها يستوعب أنه لم يعد ولم يندمج، انه لم يعد ولم يندمج مع المجتمع. انما قد يكون ايضا يفضل ان يكون وجوده امن، يعني ان لا يؤذي ولا يتاذى. صحيح، ربما معروف الجاليلي اليمني بانه من اهدى الجاليات. دائما في اليمني في الاماكن الغريبه عليه يفضل ان يكون صفر الاثر، يعني لا يؤذيه احد ولا يحاول انه ان يؤذي احد. فكره العيب عندنا كبيره جدا، يكون اديب. أيوة. وهذه الأمثال والتمثيل، يعني عيب عمل كذا عشان ما يقولوش على اليمنيين انهم كذا، يهم سمعه اليمنيين كامل يعني. فهذه الفكره موجوده عندنا احنا، حتى صاحب تعز لما ينتقل لصنعاء يعني يحاول انه يكون يتكلم تمام ويتصرف تمام عشان كل تعزين يكون تمام. هذه الفكره موجوده عندنا. طيب استاذه سريه، يعني ما مدى تاثير، يعني بحكم وجودك هنا في اسطنبول وبالتاكيد اختلطتي وتعرفتي على العديد ليس فقط اتراك وانما ايضا جنسيات عربيه مختلفه، ما مدى تاثير المائده اليمنيه على هؤلاء؟ هل حاولتي ان يعني تنقلي لهم يعني النكهه اليمنيه، الأطباق اليمنية؟ والله أول ما وصلت إسطنبول كان فكرة الكل إن الأتراك ما يحبوش يقربوا الأكل الغريب. هذا أول فكرة سمعتها، إنه ما تحاولش الأتراك لا يعني الأكل الغريب، ما لا سواء عربي أو غير عربي. هذه الفكرة. بعدين مع الجيران طبعا ما حاولتش، ان طبيعتنا احنا اليمنيين وبالذات يمكن احنا اسرنا احنا اي حاجه نطبخها لازم نتناول الجيران، يعني عاده يعني مترسخه من زمان. لكني لم اقرأ للامانه لم اقرأ ان اعطي الجيران اي شيء بسبب الفكره اللي اعطيت لي. حتى تعرفت على جاره اخرى يعني قالت لي بالفعل احنا ما نحبش نقرب، بس انا حبه انا غير الاتراك يعني، فأعطتني الأوكي يعني. الحمد لله ودينا السحاوق، يعني هذا السحاوق يعني أصبحت تستغرب كيف يحضر الكاتشب والشطة في سفرتنا وإحنا معانا السحاوق، مش مستوعبة يعني كيف تجيبوا يعني معاكم هذا، خلاص يعني ما يكفي هذا أفضل من أي شيء آخر. هي أصبحت تعمل السحاوق في البيت. في البداية أنا كنت أودي لها كل يوم، بعدين قالت لي كذا يعني ما يخارج زي علميني لازم اتعلم كيف تعملي. اصبحت تعمل السحاوق اللي هو السحاوق العادي والسحاوق اللي بالقبن، ولا يغادر مائدتها اطلاقا يعني. شربت الشاهي عندي بالنعناع، استغربت النكهه الغريبه الذي في الشاهي، فدليتها على النعناع على الهيل، خلاص اصبحت الان تشرب الشاهي بالنعناع، تشرب الشاهي بالهيل. جميل. نفس الشيء جارتي العراقيه شربت الشاهي برضو على اساس انه شاهي تركي، ما صدقتش ان هذا الشاهي تركي. قلت له بس اللهم انه فكره الاعداد مختلفه. تشرب الشاهي بالنعناع، حاجات كثيره. الاكل الان كثير تتعلم كيف. سأعود لك الى يعني انواع الاكل استاذه ثريا، ولكن تنضم معنا ايضا عبر الهاتف الدكتوره نوريا الاصبحي الاكاديميه من الهند. مساء الخير دكتوره نوريا. مساء النور وحيا بكم، وجاءت مائدة رمضان متأخرة في قناة بلقيس، لا أدري لماذا. يعني علشان كلنا نختم بأحلى مائدة طبيعي، يعني احنا في نهاية يعني لا، وغير هذا علشان نعكس انه خلال شهر رمضان فعلا لم تغب المائدة اليمنية. خواتم مباركة دكتورة نوريا، وأود أن أسمع منك عن المائدة اليمنية في آسيا، يعني في الهند كيف هي؟ يحفظكم الله. والله المائدة اليمنية، مائدة رمضان، هي لا تعني تلك المجموعة من الأطعمة فقط، هي مائدة رمضانية تعني تقوية الروابط الاجتماعية، تعزيز العلاقات العاطفية والنفسية، ليس مجرد مائدة إفطار على حد الوصف. المائدة اليمنية أيضا تعبر عن الشعب المضياف الكريم بطبعه، ثم زال الشعب اليمني أصيل في عاداته، مضياف في أخلاقه. هي أيضا لا تعني مجرد عادات سنوية بقدر ما هي اجتماع الأسرة
في أجواء رمضانية نادرة مثيلها في العالم، التي يعني تصاحبها زخات المطر قبل أذان المغرب. تختلف المائدة الرمضانية في اليمن بحكم اتساع رقعتها، طقوسها، مناخها، جوها المختلف، جبال وسهول ووديان وصحراء وسواحل، فهي متنوعة بحكم أيضا تعدد الحضارات المتتالية في شعبنا اليمني، إضافة إلى كثير من الجنسيات التي سكنت، كما أسلفت الأخت إنه نحن شعب أيضا متأثرين في العثمانيين، في الهنود، في الحبشة، لذلك نجد أن الإعلام فعلا قصر في عرض هذه الثقافة النادرة وما أيضا تحتوي هذه المائدة من تنوع ثقافي وتراثي وصحي وغذائي. نعم. يعكس أيضا التربة اليمنية. نعم. هل تستطيع البهارات؟ نعم. لأن البهارات والنباتات اليمنية أيضا نادرة، وهذا ما يعكس الطعم والنكهة لهذه المائدة. نعم. فضل. دكتورة، يعني ما مدى توفر هذه البهارات، الأدوات؟ هل تستطيعون يعني إعداد مائدة يمنية من المواد الموجودة في الهند، أم أنكم حملتم أيضا معكم من اليمن ما تستطيعون حمله من بهارات، من مواد تحضيرية؟ والله تنقسم طبعا في المهجر لحد سواء كان عندنا أو في أي شعوب أخرى، أن المائدة الرمضانية هي في غربتها نوعين، اللي هي طبعا بعيدة المدى نوعا ما، اللي يعني كان المسافرين فيها للدراسة أو الدبلوماسيين أو للعمل أو للهجرة، نوعا ما يحملون أغراضهم في الأوقات المتاحة، وأيضا هناك متاحات أخرى بإمكان استبدالها. أنا أعرف أسر يمنية نقلت التنور اليمني عبر الطيران من دولة إلى أخرى في صحيح. دول أوروبية وأمريكية وفي شرق آسيا، في كل مكان، يعني استطاعوا بل ينقلوا حتى المسحقة الحجرية صحيح. أيضا معهم. أنا تفاجأت، وأيضا يختلف، أنا أختلف مع الأخت نجاح أنه قد تختلف من دولة إلى أخرى. هناك من استطاع أن يعمم هذه الثقافة الرمضانية. المائدة اليمنية أو المطعم اليمني، المطبخ اليمني جذاب، كثير من يعني الجاليات تأثرت في هذه الثقافة، وأيضا مذاقه مختلف سواء عربية أو أجنبية. أما النوع الثاني وهو مثل حالتنا نحن في مائدتنا الرمضانية مفقودة الهوية لهذه الأوضاع الطارئة التي يعيشها مجتمعنا اليمني ووطننا العزيز، فرج الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، فهي طبعا ناقصة جدا، ينقصها روح الأهل ولمتهم، نفس الوالدين، الجيران إلى آخره. بقدر الاستطاع حاولنا أننا نعمم هذا، إضافة إلى أنه أيضا هناك أيدي عاملة ممتازة ماهرة، استطاعوا أن يفتحوا مطابخ يمنية. جميل. واستطعنا أننا نوصل هذه الفائدة والحكمة اليمنية من خلال أيضا مطبخنا. صحيح. وربما يعني المطعم اليمني هنا أيضا في اسطنبول لها سمعتها ولها جاذبيتها لكثير من المختلف الثقافات، ليس فقط تركيا، وإنما هناك دول مختلفة تحرص على تناول الغذاء اليمني. دكتورة، يعني ودت أن أسألك أيضا، يعني ما مدى يعني معاناة ربات البيوت التي في الخارج لمحاولة توفير ما يمكن توفيره من طعام يمني بنكهته الخالصة؟ يعني أعرف أن هناك سيدات وجدنا مشقة في إعداد اللحوح لعدم توفر الملاحة، الخبز أيضا، يعني كما قلت الأوضاع الصعبة لم تعد توفر يعني طيران حتى يسهل نقل التنور، خبزنا في الأفران على الصاج، يعني ابتكرنا طرق مختلفة لتوفير مائدة رمضانية أو مائدة بشكل عام يمنية. والله البدائل، شوفي مثلا الحرضة، هذه وجدناها في الهند ومستخدمة حتى قبل أجانب، بس طبعا نوعية الأكل أكيد يختلف، بس إحنا وظفنا هذه المهنة. مثلا البسباس العدني بنكهته الأصيلة،
كان من الصعوبة بمكان في أكثر من دولة نحن سافرنا إليها يعني أننا نجد هذا البسمة العدني الذي يضيف نكهة مختلفة لشتى أنواع اللحوم الأسماك. حاولنا بقدر الاستطاع ويعني في بعض الأشياء بالتأكيد لا نستطيع أن نوظفها، ولكن نحاول أن نقتني بعض الأشياء، مثلا الحمر عندما نستخدم البطاطا الحامض يعني تعد هذه من أصالتنا، كان من الصعب لأن هنا التمر الهندي هذا حلو، يعني فيه أشياء كثير، لكن مع هذا استطعنا من خلال تبادل الأطباق أنه يعني أحيانا يأتوا ببعض الأشياء عن طريق اليمن للسعودية لماليزيا ثم تنتقل وهكذا، وأصبحت عبارة عن هدايا. نعم. يعني يتبادلون الناس مثل الحلبة، التمر الهندي، الأشياء هذه كأنها هدايا نتبادل بها كعائلات. نعم. وأسر يمنية، إضافة إلى أننا نحاول من خلال الجنسيات العربية الأخرى يعني أننا أيضا نتبادل مثل هذه الأشياء. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتورة نوريا الأصبحي الأكاديمية، كنت معنا عبر الهاتف من الهند. أستاذة ثريا أنت أستاذ المشاهدين، اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفصل القصير ثم نعود لكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذه ثريا. استاذه ثريا، كنا قبل الفاصل تحدثين عن يعني بعض الاكلات اليمنيه التي حاولت ان توصليها للاخر، ما هي يعني برايك اهم الاكلات اليمنيه التي تميز المائده اليمنيه؟ اهم الاكلات اكيد الحلبه، يعني السلطه، السلطه اصبحت مع لكل اليمنيين، لم تعد مرتبطه بجغرافيا معينه. يمكن اللحو حيكون اكون اقل في انتقالا بحكم انه اصلا صعب عمله اصلا. أيوة. يعني ظهوره موسمي اكثر، يعني في رمضان يعني ظهوره موسمي اكثر. لا كمان اللحو عمل شاق، يعني لا يرى العمل الشاق هذا على المائده. بالاخير تقرب يعني بالاخير يقول لك هي شفوت يعني. لكن مش يعني العمل من الليل، فاحنا عندنا مثلا بالقريه تقولوا اللحو مهره الحظي والعصيد مهره الكسل، يعني رغم ان العصيد تظهر يعني بس هذا يدل على انه المجتمع يقدس التخطيط. اللحوح مهره يعني عمل يحتاج الى تخطيط، ما ينفعش تقرري تقومي تعملي لحوح في نفس الوقت، لازم تقرري من الليل انك تعملي لحوح. فلذلك هم اعتبروا ان هذه هي العمل الاهم، لان المراه المخططه تلح كثير. والمراه اللي ما تخططش تعصد كثير. يعني فكان قاعده بالنسبه للاولين انها الافضل. بس زي السلطه ارتبطت بالمائده اكثر يعني. وعملها مش صعب كثير، يعني من اعداد وجبات تشتق وجبات اخرى، هي لذيذه للامانه يعني. طبق حار يرفع درجات الحراره يعني في اماكن كثير، يعني هنا في الاماكن البارده احس انه مهم جدا ان الواحد ياكل سلطه، لازم نعلمهم يعني شتائهم طويل ضروري يعرفوا. طيب استاذه ثريا، يعني انت طرقتي في بدايه حديثك يعني جمله مهمه، هناك فرق بين المائده وبين الطعام. يعني نحن هنا في الغربه نحاول جاهدين ان نصل الى يعني اعلى نوع من الطعام. نعم، ظنا منا اننا سنوفر تلك المائده التي في الذاكره. كيف يفتقر اليمني لخصوصيه المائده اليمنيه بازدحامها بصخبها بلم العائله؟ تقدر تقول ان التكنولوجيا وفرت لنا الصوت والصوره. نعم. يعني لكنها عجزت عن توفير النكهه، الروح. الروح هذه النكهه يعني تحاول جاهدة، الرائحة هي رائحة الطعام تحاول يعني، ويكفيها شرف المحاولة يعني أنها تقرب لنا المسافة. عندما أنا عن نفسي لما أرفع الطاوة على اللحوح على طول يخطر على بالي أمي على طول. في ناس ممكن يشم الكعك ويتذكر أمه، في ناس ممكن يجي على رائحة الرائحة المختلفة ويخطر على باله أصدقائه في مكان معين، الذي بيشوف مثلا السلطة يخطر على باله فلان وفلان الذي كانوا يروحوا يأكلوا فحسة في المطعم الفلاني. فالرائحة تلعب دور في ما يخص التخفيف من الحنين. لكن يعني لا أدري هل هناك من استعاض أستاذة ثريا يعني عن فقر اللمة
الموجود بالعزايم، يعني نعرف انه مثلا في رمضان تزداد وتيرة العزومات، حتى فقط يعني يشعر بجمال المشاركة، بحميمية يعني الصحبة التي ترافق هذه المائدة. العزائم في رمضان مرتبطة حتى في اليمن نفسها، اليمن يعني نعم لأنه صحيح. في يعني اللي تعودوا عليها الناس أنه في رمضان تزداد العزائم، مش هو رمضان ارتبط بالكرم، والصفة التي مقرونة برمضان هو رمضان كريم من بين كل الصفات، يعني مرتبط بالكرم. أضف إلى ذلك أنه أنك تدعو شخص في مائدة رمضان شيء مختلف، قد يكون هذا الشخص بعيد عن زوجته وأولاده، كما يعني مهاجر أهله بالقرية وهو في المدينة، فيكون عنده القدرة إنه يأكل مطعم، بس ما بيناقش الأكل الذي البيتي. الذي الأكل المنزلي المرتبط بثقافة رمضان نفسه. تدعو العازب، تدعو رمضان، يعني مش إنك تدعو المحتاج فقط. في الحاجة ليست فقط هي عدم القدرة على دفع المال، في حاجة أخرى. أحيانا يكون فلان عارف إنه صديقه زوجته بنت مدينة مش عارفة تعمل الأكلات حق القرية، فيعزموا على أكل شعبي، يحس إنه في ذلك إنه يعني يسدي له يعني خدمة، وهو بالفعل يعني إنه الواحد يجي على مائدة رمضانية هذا مش 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 حاجة بسيطة. مثلاً لما يكون الجو عندي شوية غائم، أكون حتى في غير رمضان أقول أنا محتاجة مائدة رمضانية يعني، وراح أعمل مائدة رمضانية جدا يعني، وفي غير رمضان في شيء داخل في حنين اصلا. يعني المائده الرمضانيه، المائده اليمنيه، هل يمكن ان نقول انها في المنفى عكست جزء من حنين ذات اليمنيه برايك؟ المائده اليمنيه طبعا اكيد تعكس، وتعكس كم احنا حساسين اصلا، يعني احنا حساسين للمه، حساسين للاكل، حتى لما نعمل نفس الاكل ما نحس بنفس ما نحس ان احنا خلاص وصلنا للذي نشتي، يعني خلاص كذا انتهى الموضوع، يبقى شيء. لكن الحنين للمائدة أشعر الآن يعني في هذه الظروف الاقتصادية إنه الحنين للمائدة أصبح حتى اليمني اليوم يحن للمائدة بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة وانقطاع الرواتب. نخجل نحن الآن عندما نتكلم عن حنيننا، وهناك من يشاركنا في اليمن هذا الحنين أساساً لعدم وجوده، برغم أنه يفترض أنه في متناول اليد. اليوم المعتقل يحن إلى المائدة، والمختطف يحن إلى المائدة، والأم تحن إلى أن تعطي ابنها المختطف شيء من المائدة، أو تجمع أولادها على مائدة واحدة، تجمع هناك شهيد ومختطف، هناك شهيد ومختطف، قد يكون من أكبر أمانيها أن تأخذ جزء من هذا فقط يعني لفلان يعني الغير الغائب. فهناك من يشاركنا هذا الحنين، لسنا وحدنا، قد نكون هم يعني بألم هم أسوأ. نعم. فنتمنى لو كان الظروف أفضل لكنا أسهبنا وتكلمنا بمشاعر أكثر يعني، لكنه هناك وجع أكبر، وأصبح الحنين ليس فقط للمائدة، نحن وهم نحن للسلام، نحن للدولة، نحن لوضع البلد يعني الوضع الآمن العادي. صحيح. إذا يعني ربما لا ننسى الإشارة إلى أمهات المختطفين اللي بدأ نعم يعني في بداية طبعاً رمضان بمحاولة ووقفة جادة يعني أمام الأمم المتحدة لعدم استطاعتهم إدخال الطعام لأولادهن، وهذه نقطة يعني مؤلمة لهن. يعني تتمنى لو تصوم اليوم كامل ولا تفطر، يعني ما دام ابنها مخفي لا تعلم عنه شيء يعني. صحيح. نعم. إذا تحدثنا أستاذة ثريا عن مدى الترابط والتجمع يعني بين اليمنيين، ينعكس أكثر في شهر رمضان، هل وجدت هذا الترابط أيضا بين اليمنيين في الغربة؟ للأمانة نعم، هناك ترابط وهناك محاولات كثيرة للتجمع وعمل الأكل اليمني، وحتى حسيت ان الثقافه انتقلت للاتراك تدريجيا. ربما انت سبقتيني هنا قبل رمضان قبل عامين، يختلف عن رمضان قبل عام، يختلف عن رمضان هذا العام، يعني كل ماذا تزيد الطقوس الرمضانيه في حتى بالنسبه للاتراك انفسهم. يعني هناك اشياء جميله تاتي مع هذا الشهر وتغادر معه.
سننسى ما يحدث من انتهاكات لخصوصيات هذا الشهر وخصوصيات المائدة الشعبية وانتهاكات أصبح في المائدة اليمنية أشياء كثيرة لا تنتمي إليها والسلوكيات لا تنتمي إلينا وصعوبتنا نطعها على عاتقنا نحن لسنا بحاجة إليها. ربما يكون هذا ليس مجال الحديث عنها لكن يجب أن اسمحي لنا أن شاركنا هذا الحديث الأستاذة أميرة المقدمة التربوية وربة بيت أيضا مقيمة في النمسا. مساء الخير أستاذة أميرة. مساء النور، اهلا بك معنا. نود ان اسالك يعني كونك عامله وربة بيت ايضا، يعني كيف وجدتي اعداد مائده رمضانيه في دوله اوروبيه؟ طبعا المائده رمضان له مذاق خاص في اليمن، خاصه مع حركه السوق واصوات المآذن والزيارات العائليه مع الجيران والأهل والأقارب، لكن نحن هنا في أوروبا نفتقد هذه الأجواء الرمضانية، إلا أن مع ذلك نحاول نحن نحس بهذه الأجواء من خلال إحضار المائدة الرمضانية في طعامنا. نعم. بحيث أننا نحاول نحس بأجواء اليمن من خلال المائدة، وهذا يزيد أيضا عندما تأتي هذه الأجواء الرمضانية يسد الحنين إلى الوطن أكثر. صحيح. لأن فيها الذكريات وفيها الحنين إلى اليمن وإلى الأهل الأقارب إلى الأجواء الرمضانية التي لا نجدها هنا. نعم أستاذة أميرة، ما هي الصعوبات التي واجهتها في إعداد هذه الوجبات في بلد ربما لن يوفر لك كل الأساسيات التي تحتاجينها؟ طبعا احيانا لا نجد المواد لاعداد المائده الرمضانيه، لكننا نحاول البحث عنها او الشيء الذي يقارب الى هذه الماده، بحيث تصير هذه المائده نفس جوده المائده اليمنيه او الطبخه اليمنيه، لكننا مع هذا نبحث عنها حتى نحاول نقارب من هذه المواد. نعم، يعني برأيك يعني بطبيعة الحال يعني أنت في دولة شهر رمضان يعني غير مذكور فيها ولا يعني ولا الطقوس له، هل وجدتي جالية تستطيعين معها كأسرة يعني تعايش أو معايشة الأجواء الرمضانية كما تتمنين أو كما كان في السابق؟ والله احيانا نجد مع الجاليه اجواء رمضانيه، بحيث نحن نعمل احيانا اجتماعات حتى بعض الاسر اليمنيه مثلا نذهب الى الصلاه مع بعض، فهذا يحسسنا اكثر يعني بالاجواء الرمضانيه. كذلك احيانا نصطحب اطفالنا الى المساجد. نعم جميل. لكي يحسوا بهذه الاجواء اكثر. نعم، إذا يعني سؤال خفيف هكذا، يعني ما هي الوجبة التي لم تستطيعوا تحضيرها في بلد المهجر أو نقصت مائدتكم في رمضان؟ والله ربما تكون السلتة، إحنا نحضر لكن أحيانا لا نجد جودة الحلبة اليمنية الأصيلة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أميرة المقدمة التربوية وربة البيت المقيمة في النمسا، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذة ثريا، يعني بطبيعة الحال الجالية ربما هي ليست فقط تجمع يجمع جنسية مشابهة وإنما هي عائلة جديدة تخلق للمهاجر في أي بلد، ما مدى يعني الأهمية التي يعني لابد من وجودها لهذه الجالية حتى تعكس روح التعاون والإخاء بين اليمنيين؟ الجالية نعمة كبيرة في أي مكان، يعني في أي مهجر وجود جالية يعتبر شيء مهم، خاصة بالنسبة للطالب المهاجر، الطالب الذي يعيش بمفرده لا يجد
لا يجد مكان، خاصة عندما يكون المطاعم غير متوفرة، المطاعم اليمنية، فوجود جالية يعوض هذا، يعوض عدم وجود المطعم، ويعوض كمان غيابه عن أسرته. فالطلبة والعام والإنسان العايش العازب هم أكثر اللي نقدر نقول أنهم متضر، يعني عندهم الحنين أكثر للمائدة. فكل ما كان موجود في مكان فيه جالية كل ما خفف من وطأة الغربة عليه. مثلا أنا الطلبة اللي في ماليزيا، الطلبة في تركيا، الطلبة في مصر، يعني قبل عاناتهم أخف، لكن الطلبة قبل في الأحداث يعني مثلا في تركيا لم يوجد أي جالية إلى طلاب، يعني الان يعني هذا شعره كل ما زادت، ايوه كل ما زادت الجاليه خف الهم على الطالب او العامل الذي من غير اسره. فهذه هم اما احنا مثلا الذي باسر ما يعني لا تقارن يعني معاناتنا بهم على الاطلاق. مهما كان احنا نعرف نتصرف، يعني أني نشيت المخدش حق العصيد عصدته بالملعقة، يعني في نهاية الأمر هناك بدائل في بديل، لكن العزابي إيش يعمل؟ كثير كمان بالأخير يتأقلموا، يعني هو اليمني بطبيعته مهاجر، يعني هكذا يعني معرف نفسه هو مهاجر ويتأقلم لدرجة أنه أصبح يتأقلم داخل بلده يعني على الغير. أستاذة يعني لفت انتباهي لنقطة، كيف أن ربة البيت اليمنية تستطيع خلق أدواتها من العدم، يعني التنور اخترعت له التنور، أنا يعني نعم أخبز في الفرن، يعني وهناك من يخبز على النار نفسها، يعني العين نفسها، على العين نفسها. وممكن الآن أخبز خلاص بالفرن، ما لأن هنا الطاوة صغار، يعني اللحوح عملت طاوة من حقهم عادي، بس جلست أخبز كل يوم في بي كل يوم كل يوم، لما تحولت إلى ملحة أصبحت تعمل لحوح. زي ما قلت لك المخدش ما فيش، تفاجأت أنني نسيت المخدش، وعزومة مفاجئة قمت شلت الملعقة الخشب وعصت بالملعقة الخشب ومشى الحال. يعني فأنت تقدري تتصرفي، يعني قد تعرضتي لمواقف كذا أصلا في بلدك، يعني نعم. برضه أيضا أستاذة سرية، بداية يعني ما يحضر شخص إلى بلد غريب، كم عدد المرات التي يظل يجرب فيها الأدوات حتى يصل إلى مثلا الطعم المقارب، أنواع الدقيق، هناك أنواع الدقيق. يعني كثير من اللخبطة خاصة لما تكون في لغة، يعني صحيح. فيعني هذه المعاناة كيف مرت عليك؟ احنا أعتقد أن احنا في نعمة أن نوجه الشكر للجالية السورية هنا، وفرت علينا كثير من المعاناة. يعني نشكر الجالية السورية لأنه على الأقل كان في معانا أزمتين أنا سمعت عنهم في صنعاء وذهلت، هم البسباس والكبزرة، يعني ما فيش بسباس وكبزرة، فكيف احنا مستحيل نعيش من غير بسباس وكبزرة، هذا مش معقول. فكان جهود الأخوة السوريين لا في البازار حتى عليها. يستغربوا الأتراك يبيعوها ولا يعرفون لماذا يستخدمها العرب، يعني تركيا تسألني بإيش تستخدميها، يعني عجزت اشرح لها في السحاق، في الاكل، في تدخل معي في كل شيء. بعدين التفت الباعي يقول يعني هم العرب يحبوها دائما، يعني كل العرب يشتروا من رغم يعني بلد يعني ما شاء الله الكبزره بعدين حقهم حلوه. الملوخية ايضا يعني لما يكونوا يبيعوها كانت تطعم للمواشي، حتى اكتشفوا ان العرب يعني ياكلوها فبدات تباع في البازارات. هذه تحصل حتى تحصل معك في المدينة نفسها، في مدينة صنعاء ممكن تلاقي صاحب صنعاء مش عارف هذه في ايش تؤكل، يعني صحيح. فاذكر انه بخصوصية، أيوة اذكر يعني. ان امي كان جارتنا ترقم حاجة تنقيها من الحبوب وترقم بها اللي هي المومة، يعني واحنا ناكلها بين الاكل ونتعالج بلا الكلى ونعمل بها كل شيء، وهي ترقم بلا القاع. صح، اختلاف الاخيرة اصبحت تنقيها وتجيبها لنا، لانه يختلف يعني. فاحنا زي ما قلت لك مثلا السوريين كانوا مشكورين فانهم وفروا لنا على الاقل البسباس والكبزره وعرفونا كيف نلاقي هذه في اللقاء، كانت المشكله اكبر يعني. صحيح، ايضا يعني انه حين يكون في يمنيين سابقين، أيوة في يعطوا يمنيين سابقين. نعم يعطوا اشارات او يعني تجاربهم. الشعب التركي هو شعب يعني لطيف، رغم لطيف يعني انه احنا مشكلتنا في اللغه، صحيح فارق اللغه كبير، بس هو شعب لطيف ويعطيك يعني متسع انك تدور، هذا ما تشعرش بالخجل اذا دورت شيء، يعني ما تحس انك تدور على شيء ما ينفعش تدور عليه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك يا الكاتبه ثريا شيباني، كنت ضيفتنا في المساء اليمني لهذه الليله. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، الى ان التقيكم في مساء يمني جديد في الاسبوع المقبل، كونوا برعايه الله وامنه.